الخامس لريال مدريد بهدفين لهدف واحد هذا الموسم، وكل هذه حالات الفوز في ملعبه بالراس. اوه ياهو تصدي، ياهو تصدي، تصدي 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 المباراة هذه، هذا تصدي المباراة. شوف رمى نفسه، رمى نفسه، كان ممكن يصاب، لكن يا له من تصدي، تصدي خيالي. نعم من جانب لافاز، لو لم يفعل ذلك كانت في الشباك، لكنه أنقذ شباك ريال.